جميعا نحاول أن نعمل بذات الاتجاه نحو ذات الاتجاه وهو تحقيق حلمنا، وهذا أجمل ما يمكن أن نحققه مع ميسي وميسي إلى جانبنا. Hola, Nico Rama, Patroto, ¿cómo te va? Hello, Nico. مرحبا. How are you? Montevideo. You were talking about Messi's leadership. عن قيادة ميسي. Struggle in the previous game. وأنكم واجهتم صعوبات في المباراة السابقة. كيف يمكن أن تتعلم كيفية التعامل مع الصعوبات ومع المعاناة في المباراة؟ السؤال الثاني، عندما يتعلق الأمر بركلات الترجيحية، هل أنتم تتحلون بالهدوء الآن والارتياح لأن عندكم حارس المرمى المتميز الذي أثبت جدارته في كوبا أمريكا؟ الجواب نعم، كما قلت في السابق لم يكن من السهل أن أعبر عن هذه المفاهيم بالكلمات. في كأس العالم هذا نحن نمتلك الخبرة الكافية لكي نتمكن من أن نصل إلى هذه المرحلة، ونحن نعلم بأننا في مرحلة الإقصاء وخروج المغلوب. هناك بعض اللحظات التي ستكون صعبة، من يمتلك الخبرة، ونحن بحاجة أن نتحلى بالشخصية المتميزة لكي نخوض في هذه المرحلة وأن نتجاوزها بطريقة نستمتع بها كذلك. يجب أن تقنع نفسك بأنك نعم أنت تعاني، ولكن يجب أن أدعم منتخب الوطني، وهذا الأمر يمنحك المزيد من الدافعية. فيما يتعلق بالركلات الترجيحية، بالتأكيد نحن نضع ثقتنا بديبو مارتينيز كثيرا، ولكن يجب أن لا نسترخي، لأنه مجرد أن عند تمتلك حارس مرمى متميز لا يعني أن تسترخي. نحن نتحدث عن هذا الأمر ونناقشه نعم في الحصص التدريبية، ولكن عندما تكون في الملعب هناك آلاف المشجعين والمشاعر تكون متأججة. نحن بالتأكيد نحن على ثقة بأن مارتينيز هناك وهو يدعمنا بكل ما أوتي من مهارات. السؤال، في المؤتمر المؤتمرات الصحفية قلت بأنك واجهت مصاعب وصعوبات في عدة مرات، وهذا الأمر مرهق للفريق. فيما يتعلق بالمنتخب الكرواتي، هل تظن بأنهم سيلعبون بنفس التشكيلة كما فعل أستراليا؟ هل سيتبعون نفس الطريقة أو النهج؟ الجواب، أظن أن كرواتيا قادرة على أن تلعب بعدة أساليب مختلفة، ولا أظن أن كرواتيا ستتبع نمط لعب معين كما فعلت أستراليا. أظن أن عندهم طرقهم المختلفة، قد أحيانا قد يرجعون إلى الخلف، ولكنهم سيحاولون استحواذ الكرة وأن يسلبون الكرة وأن يسيطروا على اللعبة. أعتقد أن المباراة في مواجهة أستراليا كانت مختلفة قليلا، ولكن يجب علينا أن نكون مستعدين لمواجهة أي احتمال وارد، ويجب أن نركز على أنفسنا وأن نجد طريقا أو سبيلا لأن نلحق بهم الضرر في الدقائق الأولى من المباراة. Dutch players after the game against Holland, like Daley Blind or Julian Timber, and what did you say to each other? I would like to speak in Spanish. If you want to speak in Spanish, please. No, no, I spoke with none of them. No, I haven't actually spoken. No, I haven't actually لم أتكلم مع زملائي في الفريق السابقين. بالتأكيد في الملعب بعد انتهاء المباراة أنا أذهب إليهم وأسلم عليهم، ولكن نتواصل بعد المباراة. أظن أن الوقت سيحين لأن نتكلم مع بعضنا البعض ونتبادل أطراف الحديث وقصص نرويها في المستقبل، ولكنني لم أكلم أي أحد منهم حتى الآن. مرحبا نيكولاس. السؤال، سؤال عن سكالوني، لقد لعب بتشكيلات مختلفة ومتنوعة، كيف تعودتم وكيف تكيفتم مع هذا الاختلاف والتباين في التشكيلات؟ كذلك سمات والخصائص هذه الفريق، أنكم قادرين على التكيف؟ الجواب نعم، إن
انها مهارة جيدة ان نكون قادرين على التكيف والتأقلم مع التشكيلات المختلفة. احيانا نلعب 4-3-3 على سبيل المثال وغيرها من التشكيلات. هناك لحظات مختلفة في اثناء المباراة وتحركات اللاعبين المختلفين. الان بغض النظر